احكي لي كده عن علاقتك بالقاهرة نصير شم. هي علاقة بدأت مع وجودك هنا لفترات طويلة وضيوع صيتك بشكل كبير وإنشائك بيت العود، وبيبقى لك مش بس يعني متدربين أو تلاميذ، ده أنت بقى لك مريدين هنا في القاهرة. العلاقة بدأت من 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 الوقت ده ولا إمتى؟ جيت متأخر للقاهرة على حسب علاقتي في العالم العربي والعالم كله. قدمت عروض، يعتبر وصولي إلى 97 98 كان أول حفل في نقابة الصحفيين، كان متأخر يعتبر 97، لكنه ما أن بديت حفلاتي بالنقابة أولا وبدار الأوبرا على مهرجان الموسيقى العربية، حتى حسيت أنه حجم الخسارة اللي أنا كنت فاقدها، أنه ما كنت من زمان موجود بمصر، ما خسارة. كنت من طبعا، لأنه الجمهور اللي حضر لي الحفلات الأولى والحمد لله لحد الآن، حسيت هذا جمهور مكلثوم، نفس الناس يعني كان المفروض مقرر لحفل واحد في مهرجان الموسيقى العربية، استحدثوا 4 عروض بالعشرة أيام. ده أول مرة تيجي تعزف أول مرة القاهرة. فحسيت فداحة الخسارة أنه جمهور مثل هذا وشعب مثل هذا، كيف أنا تارك كل هالسنين؟ وأنا أتذكر يعني الحقيقة كنت ماخذ موقف، حتى نكون صريحين جدا بنفس الحب اللي أتكلم فيه أحكي لماذا تأخرت. كنت ماخذ موقف أنه مصر وقفت مع يعني كنظام سياسي، وقف مع الأمريكان وتدمير العراق وقتل الأطفال والأشياء هاي كلها اللي الناس تعرفها. لكنه إجا وزير الثقافة الفنان فاروق حسني لتونس وقال لي كلمة هي اللي غيرت هذا الكلامي وموقفي، قال لي ولا تنسى أنه أول مظاهرة طلعت من الأقسام الداخلية بطلبة جامعة القاهرة. صحيح. فأنت صحيح. روح لهؤلاء، روح أعزف لهؤلاء. قلت له خلص، غلبتني في هاي الكلمة. وفعلا إجيت لما حسيت العلاقة بدت، حسيت نفسي أعزف في قلب بغداد وأنا في القاهرة، ولا يوم عندي إحساس أنه أنا غريب أو لا، ما كان هذا أبدا. والوطن هذا وطن يعني حقيقي وطن.